الله يا سيدي ربي، انا اللي روحي خرجات، ما حيلتي للدراري، ما حيلتي للعجينه، ما حيلتي للتصبان، ما حيلتي لهذا الطبيب هذا اللي عارف المراه اللي تولد اليوم وباقي ما بان ليها اطفال. الله اخدوش كاش امامي باغي نجيب هذيك انا، راني مشيت سولت عليها لقيتها ما مسالياش، طبيب ديال الشركه راه ضربوا لي التليفون ها هو جاي لعندنا، كاش بغيتي ندير لك انا؟ اش بغيتي ندير لك؟ الله يا سيدي ربي، الله يا سيدي ربي. افطر خذ لك الخبز، خذ الخبز هكذا، شد كول، حيد عليا هادشي وفطر، يلا حيد عليا هادشي وفطر. يا سيدي ربي مالينا هاد المشاكل، عندي ثلاثة ديال الولاد، لاش باقي باغي رابع؟ بقيت تابع بنت، هاد العام تزاد بنت، تا شي بنت ما شناها، أنا راه غادي نخرج على راسي وصافي. الله غادي نموت، وروحي غادي نفهم. خدوش. ما بغيت طويل. خدوش. رحال. أش كاين؟ رحال. أش كاين؟ ولا ولدي، جيت فيك هاد المرة، وعمري ما نعاود. واه. والو خدوش غصفوت غتولدي ودوز 6 شهور ولا 7 وتنسي كل شيء وتبداي تقولي لي لا بغيت بنت، بنت هي من الخلاق، بنت اللي تعاوني، بنت اللي تكبر معايا، انا بغيت بنت بحال فلانه اللي كبرت وعاوناتها انا، لا ما غاديش نجيب لك هذه البنت، انا عيت لالا حقا البنات فيهم لاجر. اسكت عليا. الله رب الراجل شد معايا ضد الله. رحال خدوش انتوما هادي خدوش اش باغي ندير ليك دراري هنا فطرتهم العجينه انا سير نعجن فيها الطبيب هادي كتسنى من الصباح واش بغيتي انا نتوجه في بلاصتك بعد مني طرق عليا كتضحكيني انا لا غادي بحال هادي هانا صافي انا اجي هنا وخاي يا قلتي يا سير بحالك ولا لا ما غادي نمشي بحالاتي واش انت باغي تقطيني كتشوف بيا كنقطع قدامك عباد الله صافي بلا هو اش كاين اش كاين مالك اش بغيتي بغيتي تال دابا نزيد كافي انا لا اش كاين صافي ريح هاجي ابو هان صافي يا بنتي صافي انا غادي نعصبك واخا اش بغيتي اتاي هو قال له هو قال له اتاي صافي يا بويا صافي هانك الله وخوك هاك اش بغيت ندير انا بالدري خدوش واش تخرج لك العقل ماشي سوقي بغيت نعبد
عبدك خصني نعبدك. رانا ما سمحش لك ما سمحش لك. الله ربي الله وحدانية وحنا فراسي والراجل ما بغاش يعطيني نعبدو. الله الله رحل الله. أخدوش أخدوش هذيك الله راه عمرني ما سمعت شي مرة كتولد بحالك وبغت عبد راجلها. ماشي سخي أنا بغيت نعبدك عطيني نعبدك. صافي لالا بلا وجه بلا غوات بلا والو. من لالا إلا كانت هاد العبدة غتساعدك على الولادة ما كاين باس هاكي عبدي. لا أشنا ماشي في يدك. وشنا أنا بغيت نعبدك في ودنك. ودني؟ إيه أخدوش هذيك الله ودني ودني. أي ما سمحش لك غدا قدام الله إلا مت. أنا بغيت نعبدك عطيني نعبدك. هاكي لالا الله ما قدرت يا سيدي ربي هاكي ودني. ها انا ري طيرتي القروش القروش ديال الودن طيرتيها خدوش. لا عمر خيرك ما نساها رحال. صافي خدوش بقيتي على خاطرك بردتي جنونك في العطار ولا لا سلامتك. كاين باس لالا كاين باس. الله رحال اش كاين عتقني رحال اش كاين شوف طبيب انا تعطل. لا لا الطبيب لالا واش مودر انا غادي نتقلب عليه. طبيب لالا راه ما بقى لي والو ويجي. معلوم معلوم ما خسر والو ما فيك وجع ما واحد فراسك بحالي. معلوم راه ما كاينش لي واحد فراسو قدي وربي هو اللي عالم بيا. صافي صافي هاد الطبيب شحال وشوفي خدوش الله يرضي عليك الا ما تبتي وحسني راه الطبيب هذا راه ماشي بحالي انا. راه ما كاين زيد في التلفزيون ولا شعل التلفزيون ولا نقص من الراديو ولا شعل الراديو ولا دير البلانشه ولا العضه في الودن. انا كنوصيك والله يعاونك الله يفك حيلك. انا مشيت صافي انا مشيت انا مشيت. الله ما بغيتش طبيب ما بغيتش طبيب بغيت شامة. انا بغيت شامة شامة. هان 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 هان. اهلا اهلا سي طبيب مرحبا. خيرك الله مرحبا مرحبا. بسم الله سيدي تفضل زيد زيد سيدي زيد. بسم الله سي طبيب سيدي لاقي في البيت. عرفت عرفت تفضل تفضل. انا عبدي سيدي اسمح لي بعدين تعطلت عليك راه الغيب حجتو معاه. انا يا عبدي سي طبيب كون ستي تعطلتي غير شويه كون لقيتي المراه نتشاتني وما خلات فيا حتى شنتيفه. ايوا هادشي كنعرفو حنا مجربينو. هما العيالات ملي كيكونوا فيهم الوجع ديال الولاده كيخطوا فيهم واحد شويه ديال الغوات والصداع وكاين واحد النوع ديال الهستيريا كيخص غير الراجل كيخصو يصبر واحد شويه المراه ملي كتكون كتولد. الله يرضي سي طبيب اش من صبر هذا اش من عضان هذا. جيب الماء في المقراج لا جيب الماء في الروبيني لا تحل التلفزيون لا سد التلفزيون لا صوب الراديو لا ما صوبش الراديو وليت تقلقني اكثر واش ضر هو انت سي طبيب. تعالاش تعطلتي عليا سي طبيب. الحقيقه انا ما كنتش غنتعطل الظروف هي اللي عطلتني لان انا خرجت من العياده من بعد ما اتصلوا بيا في الشركه من الشركه ديالك قالوا لي باش نجي نشوف السيده ديالك في حاله وضع. خرجت ناخذ السياره ديالي ما لقيتهاش داروا لي السنسله ودوها الفوريال. قلبت على الطاكسي ما كاينش كلشي عامر. منفع لي غير واحد السيد صديق يعني من الكليان ديالي اللي عندي كيجيو عندي للعياده هو اللي هزني في السياره ديالو وجاني حتى لباب الدار عندك. الله يجازيه راه كاينين ولاد الناس اللي هما اللي هما ديال الخير وديال راه مرات ولاد الناس. الله يجازيه بالخير. الله الخير. واش عرفتي هذا السيد صديق اللي كيجي عندي دائما للعياده وكندوز ليه دائما عرفتي اش طلب مني ملي وصلني لعندك؟ اش طلب؟ طلب لي نخلص ليه 40 درهم 40 ثمن التوصيله باش وصلني لعندك. لا 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 انا خلصت اسمح لي. وخلصتي؟ معلوم خلصتو واش غادي ندير؟ لا لا ولكن مره اخرى ان شاء الله ملي غادي يجي عندي العياده غادي نعرف كيفاش نتخلص منه. شو هاد الخطره ما كاينش الفيزيده غادي ندخلو مباشره للراديو. ياك الراديو. الله الله خدوش الله الطبيب ها هو جا ها هو جا الطبيب غتصبري ما يكون على الخير ان شاء الله. هذا السي الطبيب انا مساوك في الله. اي حسي الحال راه ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. على كل حال دابا انا قبل ما ندخل نشوف السيده ديالك ونشوف الحاله ديال الوضع ديالها كيفاش دايره. واش يمكن لها تولد هنا في الدار ولا نديوها للسبيطار؟ وحنا الحمد لله كيخصك تعطيني بعض المعلومات هنا اللي تساعدني في المهمه ديالها. انا تحت رهن الاشاره ديالك غير سي الطبيب راه الصداع ديالها وعدتني شويه في ودني بزاف. ما يكون باس ما يكون باس راه انا اللي غادي نولد ماشي هي. ما يكون باس ما يكون باس قول لي بعدا بلاش باغي شي وليد ان شاء الله. لا لا بنت انت سي الطبيب بنت. عجب بنت. اول مره كنسمع شي واحد باغي بنت ببلاصه ولد. زعما الناس كيقولوا بلي الولد كيكبر ويعاون باه ويولي في كتافك. لا يا سي طبيب دري ما يكبر وما يوصل حتى يطيح لك الكتاف دري ما يدير 20 ولا 25 عام ما هي يوم لونوها القرايه والماكله والصباطه وملي كاع يتخرج كاع يبرك لك في الركنه. اش كاين كتبتهم ما جاوبونيش علاش ما كاينه خدمه ولكن سي طبيب يو على كل حال هو ولد ولا بنت. حنا غير كنقولوا السلام داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. نعم
بغيت نسولك السيد. نعم نعم. هل اي من المعلومات اللي خصنا ناخذ من عندك السيده ديالك مثلا؟ ها هي كذلك انا مزوج لباس الطبيب. لا راح نتعطل شي شويه ولا تغير تبدل انا اللي عارف ما يكون غير الخير ان شاء الله. على كل حال السيده ديالك كانت كتوحم ياك؟ الله يعاود. ايه كانت كدير الريجيم. شنو هو الريجيم؟ احنا كنا دايرين الريجيم في الدار كنا. يعني كانت كتاكل لحم ولا ما كتاكلش لحم؟ اللحم حمي الله كنشوف واحد الجزار واش نقدر ما نقربوش ليه. وهذا الشيء ديال الديسير يعني التفاح والبنان والمشماش والخوخ والدلاع اي ما كنتو كتجيبوه؟ اي كنشوفوه. لا كنشوفوه في التصاور وما نقدروا نقربوا ليه. عجب. ايه وهذا الشيء ديال الملحه كانت ناقص الملحه ولا الملحه واتاي والبزار والسكر كنا ناقصنا كنا كدايرين عليه الريجيم. ياك. ايه ومثلا اللحم ديالها كان شنو زعما؟ كانت كتوحم على فريز شنو هو؟ حب الملوك؟ لا 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 كلاص. لا يا ودي لا احنا فقراء واللحم ديال المراه ديالي تا هو فقير. شنو زعما فقير ما كانش كتوحم؟ لا كانت كتوحم كانت كتوحم. وعلاش كانت كتوحم؟ الصابون البلدي النهار كامل كتاكل ليا كيلو حتى جوج كيلو ونص ديال الصابون البلدي وربعة ديال الناموس ديال الغاسول. ربعة الغاسول السي الطبيب. قلتي لي قلت لك السي الطبيب نوض نمشي والله ولا عليك السي الحال غير تبت راسك. لا مزوج لك في الله انا اللي عارف. خليه السيده غير خليها غادي ان شاء الله يطلق الله سلاح ان شاء الله. ان شاء الله على كل حال. نعم اللي خصنا نعاود ناخذ من عندك من المعلومات بغيت نعرف مثلا السيده ديالك اسمها الله بعدا خدوش. خدوش خدوش سيدة خدوش. نعم تقريبا هذه 9 شهور كملتها ما فيهاش شك. وما نكذبش عليك والله ما نكذب عليك انا دردب ليا الحساب ما كليت والو مني ولا لحقنا العضان ديال الودن والقل المنف المقراج وكل شيء انا وقيل انا الله اعلم والله اعلم والله اعلم وقيل هذه شي عامين وهي حامل. شي عامين وهي حامل. وهذه ما تحرك عندها الوجع بزاف. وما نكذبش عليك ما نكذبش عليك هذه واحد 10 ايام جيت من الخدمة هي أنا سطوي مطحطح ما كنخدم شوية كنزيد شي سويعات باش نقولو نقابل الوليدات ونقابل هاد الابتداد اللي غادي تزاد تاهو. مزيان دخلت للدار عيان تكيت شي شوية. مزيان شوية سطوي على الناس الدراري خارجين ما كاينينش في الدار السيدة تكي حداها مسكينة تا هي عيانة. شوية وأنا نسمع الدراري اللي غادي يتزاد عيط عليا. كيفاش؟ ايه الدري اللي باقي في الكرش ديال ايه الدري اللي السيدة مراتك ايه ديال لالا خدوش ايه تكلم معاك من الكرش. من الكرش تكلم معايا من الداخل ايه. قلت اش قال لي؟ اش قال لك؟ الوليد. الوليد؟ ايه قلت لي نعم. قال لي قول لي اللحم مال شحال وصل عندكم؟ هذا الدري الدري اللي وصل الكرش. اللي وصل الكرش سولك على اللحم؟ ايه شحال كيسوى عندكم؟ ايه اش قلتي لي؟ ونكذب عليه قلت له وليدي 860 هو يعاود يقول لي الوليد الدري الدري اللي في الكرش. اللي في الكرش قلت له العام. قال لي والخدمه؟ قلت له وليدي شي شويه موجوده شويه ناقصه شويه قليله. هو يقول لي الوليد. قلت له هنا العام. قال لي محاش على هاد الكريز اللي عندكم واش غادي نخرج هنا. هذا الدري هذا الدري اللي في الكرش ديال اي اللي في الكرش لالا خدوش. ايوا نوض السي الطبيب انا مزوق راه سير كتغوى رحال. عطقني يا سي الطبيب انا مزوق راه عطقني. سير حال انا غنندخل دابا نشوف السيده ونشوف الحاله ديالها كيفاش دايره واش هي تولد هنا ولا في السبيطار. وانت الا احتاجتك ان شاء الله رانا نغوت عليك. لا بغيتيني راني في المرح سير نفطر في الدراري. والسلام وتبت حد راك ما يكون غير خير ان شاء الله. يكون غير خير. هاكا كيرضي عليك يرضي عليك اوليدي يرضي عليك. فهمتي عبد الحق هاد تخرج تا والدراري تسناو الزنقة وملي تسمعوا لي زغرت عفوا ميمتكم راها ولدت وإلا جا عمك ولا شي حاجة قول لي دوزوا البيت الآخر. يلاه وبسلامة وسير وسير أوليدي سير لعبوا هاي وتهلا في خوتك. يلاه الله يا ربي تفك حيل على خير. وأنا بصراحة أنا نهيت فين غادي بهاد الولاد ولد 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 الوقت راه صعاب وزمان غلا. هادي والتوبة سيدي هادي والتوبة توكو حيلها بخير. فطروا بعدا ورجعوا في الله. أوي نشربوا الياتي كله. الله
هذه سي الحال سي الحال عتقلي عتقلي سي الحال اش كاين عندكم شي لقاط انا لقاط لقاط واش بغيتي لقاط ولي عليك باش جبني لقاط بغيتو لقاط سبيني خلاص مشكله هذه سبيني سي الحال الله يخليك لقاط كيف ما بغى يكون يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف عمر هذه القديمه وقعديه سي الحال سبيني ها ها لقاط شكرا لقاط بارك الله فيك لقاط ولاش لقاط العجب هذا او طب تقدمت لهاد الدرجه هذه ولا ويولدوا العيالات باللقاط العجب هذا والله الا العجب العجب ربي تفك حيله بخير يا ربي يا ربي تفك حيله بخير سرحل سرحل عتقني لمزوق فيك اش كاين تورنوفيس 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 ولاش تورنوفيس ماشي شغلك جيب لي تورنوفيس السلام هو الاول واش كاين سميه سرحل اول مره كتوقع لي القضيه سرحل عتقني تورنوفيس كيف ماك الله يخليك سميني سرحل زيد 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 اه هو هذا هو طرنوفيس عندكم هذا اللي عندنا مريني بس تورنوفيس بس او وانا مرر للقاط دابا طرنوفيس واش هذا طبيب ولا تريسيان لا ما قدرت يا سيد ربي لا ما قدرت يا سيد ربي سرحل 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 مزوق فيك انا مزوق فيك كاين منشار ولاش منشار بجيب لي منشار ولا عليك والله يخرج النار بخير امين امين يخرج النار بخير ميمكنش ميمكنش نكون نساعد القضيه عمرها ما وقعت ليا كيفاش درت نسيت ولكن المنشار غادي يحل المشكل الله زيد زيد هذا المنشار صاحب الحق والله ما تاخذوش تقول لي اش بغيتي دير بهذا المنشار واش تبغي تفتحها هنا معلوم وعلى فين بغيتي نفتحها فين السبيطار في الكلينيك واش ما يسمح لها السبيطار ولا الكلينيك حنا جربنا باللقاط ما جابش الله جربنا بالطوروبيس ما جابش الله دابا غادي نجربوا بالمنشار الا تفتحت هو هذاك ما تفتحاش غادي نهرس والدي ها شوف السي طبيب ما عندكش الحق انت في داري وتعير لي مرتي ها شكون اللي جبدك برتك بالهضره شكون؟ انت دابا عاد قلتي غتهرس والديها تفتحها وتهرس والديها ولكن ما كندويش على مرتك وعلى ما كدوي؟ على الباليزه ديالي المحفظه اللي كنجيب فيها الصناطه والادوات ديال الشغل نسيت الساروت ديالها في العياده وبغيت نحل القفل ما بغاش يتحل باش نجبد الصناطه جربت الطوروبيس ما قدرش جربت اللقاط ما قدرش دابا انا غادي نجرب بالمنشار تفتحات هو هذاك ما تفتحاش غادي نفرش والديها كلها سير حال سير حال ما عندك علاش تخمم اش كاين مبارك مسعود الله الله يبارك فيك مبارك مسعود الله يبارك فيك اخويا ما جيت نوصل بالمنشار الله يبارك باش ندار مع المحفظه الله الله باش نفتحها ونجبد الصناطه ونقلب السيله ديالك واش يمكن لها تولد هنا ولا في الكلينيك لقيتها ولدات الحمد لله على سلامتك الله يسلمك مبارك مسعود الله يسلمك نهار كبير هذا الله يسلمك شي بنت هذه اخويا شي بنت لا مع الاسف ماشي بنت مع الاسف واش شنو زعما ولده لا ماشي ولد واش شنو ماشي بنت ماشي ولد هل ولدك ثلاثة 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 ديال الأولاد المرأة ولدت لي ثلاثة ديال الأولاد سرحل 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 سرحل